مساء الخير واهلا بيكم في لمتنا الحلوه. مساء الخير يا هبه. مساء النور يا روني، ومساء الخير لكل مشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا النهارده في اللمه الحلوه. رانيا، انت مش ملاحظه ان انا وانت بنتقابل كتير قوي الايام دي؟ زعلانه ولا ايه؟ لا مش زعلانه، الست دي يا جماعه مفتقدين مها عثمان يا جماعه. مها ان شاء الله باذن الله احنا بنطمن كل الناس ان مها بقت احسن، وحشتينا يا مها، وان شاء الله مها هتبقى معانا الاسبوع، هتبقى معايا يعني الاسبوع ده ان شاء الله يوم الاربعاء. ان شاء الله مها هتبقى موجوده تنور الاستوديو ونستعيد تاني اللمه الحلوه. من غير مها مش حلوه، هتبقى حلوه ان شاء الله. ان شاء الله موضوعنا النهارده بقى موضوع مختلف. الحقيقه دايما بنجيب ضيوف ستات يتكلموا عن قانون الاحوال الشخصيه والاطفال، وفي حاله الطلاق ان هم بيروحوا للست والست الغلبانه وان الست دايما مقهوره. طبعا انتوا عارفين ان انا برضو ايه نصيرة الرجال شوية، فالنهاردة احنا ضيوفنا هيبقوا رجال. النهاردة هنتكلم عن يعني حملة اتأسست، والحملة دي قرروا فيها الرجال ان هم يخرجوا عن صمتهم وان هم يقفوا يقولوا تمرد ضد قانون الأسرة الظالم. ضيوفنا النهاردة الدكتور أشرف تمام، عضو حملة تمرد والرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. أهلا بك يا دكتور. والأستاذ أحمد صلاح هو عضو حملة تمرد ضد قانون الأسرة الظالم. مساء الخير. تحكوا لنا الأول كده عن إزاي اجتمعتوا إن أنتوا تكونوا الحملة دي، وقررتوا تعملوا ده ازاي، وابتدت بشكل عامل ازاي، واهدافها ايه؟ تمام. في البدايه حضرتك، هي الحمله هدفها الاول والاساسي الابناء، لان احنا معانا في الحمله موجود امهات فقدت الحضانه بسبب زواجها، تمام، وبسبب وفاه والدتها، لان عند الحضانه لما بتنتقل من الام بتروح لام الام، وفي حاله ان هي متوفيه فالحضانه بتروح لام الاب. فاحنا الهدف الاول والاساسي للحمله كان الابناء، تمام، لان في تشويه ممنهج على ان احنا بيحاولوا يبينوا صوره الراجل المصري عامه، على الرغم ان الراجل المصري ده هو القضاء، هو الوزراء، هو الرئيس نفسه، تمام، لكن في حمله ممنهجه من بعض المجالس الحقوقيه للمراه بتحاول ان هي تسوق صورة الرجل المصري، تمام؟ في البداية أول من نادى بحقوق المرأة في النفقات هي حملة تمرد، تمام؟ أول من طالب بوضع قوانين رادعة للمنع خطف الأبناء، تمام؟ هي حملة تمرد. هي الحملة دي ابتدت إمتى؟ هي ابتدت من 2011. مؤسسها الأول كان الدكتور اسمه محمد الوقاد، تمام، وكان أستاذ حازم الزهيري، دول جات لهم الفكرة وابتدوا إن هم يخش لهم أعضاء من يعني هي دلوقتي بقى لها حوالي هي سبع سنين، حوالي ست سنين، حوالي ست سنين أو ست سنين، تمام. وابتدوا ان هم يعني دعمهم بعد كده الاعلام، قدرنا ان احنا نوصل لمجلس الشعب، وقدرنا ان احنا نوصل صوتنا، لان احنا كنا دايما بنلاقي ان يوجد مجالس حقوقيه للمراه كتير، لكن مفيش مجالس حقوقيه للرجل، مفيش اي حد بيطالب بحقوق الرجل، تمام. وعلى الرغم كده احنا مش عايزين ننسى ان الام دي او المراه، المراه دي الام، المرأة دي بنتي، فلازم ان احنا زي ما هندافع على حقوق الراجل هندافع على حقوق المرأة. هو عددكم قد ايه يا دكتور في حوالي 36,000 واحد. 36,000 شخص. 36,000 شخص، منهم رجال ومنهم نساء، منهم جدات، منهم عمات، منهم خلان، شامله تقريبا جميع اطياف المجتمع. يعني في ستات، لو زي كان احمد بيقول ان في ست دلوقتي النهارده بتتجوز ونتيجه وفاه والدتها الحضانه بتتنقل منها لام الاب، وبالتالي هي عندها مشكله برضو في رؤيه اولادها. يعني لو الجمعيات الحقوقيه النسائيه بتتكلم على دور الام، من الاولى ان هم يدافعوا عن دور الام اللي محرومه من ولادها، دور الام اللي بتسيب جوزها يوم الجمعه عشان تروح تقعد مع طليقها في مكان عام عشان تشوف اولادها لمده 3 ساعات. فهل ده يعقل؟ جميع دول العالم عندهم تربيه مشتركه. انا النهارده لما اجي اقيم القانون الاحوال الشخصيه الموجود في مصر، ابص على القانون ده عمل ايه في المجتمع. احنا في سنوات قليله في مصر وصلنا من نسبه طلاق 7% ل 40%. النهارده تعالي حضرتك شوف المحاكم شكلها عامل ازاي.
يمكن تصريح اللي هو بكر الجندي في احد اللقاءات مع السيد رئيس الجمهوريه، قال ان 40% من حالات الطلاق بتتم قبل مرور 5 سنين على سن الزواج. فمعنى كده ان متوسط الاعمار بتاعه الراجل والست اللي بيتطلقوا 28 سنه. اكتر فتره الراجل والست بيدوا للمجتمع هي فتره العشرينات والثلاثينات، فبدل ما يدوا مجهودهم كله للمجتمع قاعدين الاثنين يلفوا حوالين بعض في المحاكم. خلاص لما توصلي حضرتك ان احنا وصلنا النهارده ان احنا عندنا 4 مليون حاله طلاق في المجتمع. اول ما بدانا الحمله كان في حاله طلاق كل 8 دقائق، النهارده في شهر واحد 20,000 حاله طلاق، يعني حاله طلاق كل دقيقتين. يا خبر ابيض. يعني شهر مارس اللي فات 20,000 حاله طلاق في المجتمع المصري، اغلبها خلع. اغلبها خلع. وفي رساله نحب نوجهها لان عندنا جدات وعمات عايزين يوصلوا رساله للمجلس القومي للمراه ان هم ما بيمثلهمش. تمام، لان هم ما حاولوش يجيبوا الحقوق للجده والعمه اللي مفتقدين ان هم يشوفوا حفيدهم نهائي، بقى لهم سنين مش قادرين ان هم يقدروا ان هم يشوفوه او يقدروا ان هم يحسوا او يحسوه بالعطف والامان ناحيته. تمام، المجلس ما فيش حد بيعوض الاب والام. المجلس القومي للمراه حضرتك ما قدمش اي حاجه للام اللي هي بتروح تقف في سوق تمام تبيع فاكهه وخضار، ما قدمش اي حاجه للام اللي بتروح تتحبس عشان خاطر بتجيب جهاز لبنتها عشان تتجوز. تمام، فازاي ان هم بيقولوا ان بيدافعوا عن المراه وفي نفس الوقت سايبين كل الاواضي اللي المفروض يدافعوا عنها ورايحين يدافعوا ويبقوا طيب. موجودين في صفحات للمطلقات. لما رئيسة المجلس القومي للمرأة تبقى مع صفحة وحيدة اسمها سنجل ماذر وبتدعمهم، والصفحة دي عبارة عن بعض المطلقات اللي بيحاولوا يشوهوا صورة. بس احنا اصلا كنا معترضين على الصفحة بتاعت سنجل ماذر دي خالص يا استاذ. تمام يا فندم، وده عند حضرتك ليكي حق، كتير من السوشيال ميديا عند حضرتك ليكي حق، لان هم دلوقتي بنلاحظ منهم اعضاء بيطلعوا بيشوهوا صورة المرأة اصلا. لما واحدة عضوة في السنجل ماذر، انا اصلا بعتبر دول ما لهمش اهالي. ده حضرتك في اعضاء منهم طلعوا بينادوا ان الست تشرب خمرة تمام، وان هي تسهر لوقت متاخر وترجع براحتها وتقدم فيها بلاغه. طيب وتقدم فيها بلاغه. يعني خلينا نسيب مجلس المراه وخلينا احنا حمله تمرد عشان نبقى احنا عاملين فوكس. ايه هي الحاجات اللي احنا كاتبينها في حمله التمرد اللي هنوديها لمجلس الشعب عشان نقول حق الاب او حق الام او حق الطفل؟ لان هو في الاول وفي الاخر ده حق الطفل سواء يشوف امه او يشوف ابوه. انا اقول لحضرتك احنا في البدايه الموضوع بدا بالقانون اللي قدمته النائبه سهير الحادي. كانت طلبت ان الطرف الغير حاضن سواء كان الاب او الام يقدر يستضيف الطفل 48 ساعه في الاسبوع زائد اسبوع في اجازه نص السنه وثلاث اسابيع في اجازه اخر السنه. قامت عليها نار جهنم. لو حضرتك دخلتي على البروفايل بتاعها على الفيسبوك كميه شتايم بالاب وبالام. المفروض ان ست ولادها عندها على الفيسبوك بيشوفوها كده. فالمفروض يعني الناس دي اساسا يعني اللي بالشكل دوت انا اعتقد ان هم غير صالحين لتربيه الاطفال. دي اول حاجه، ان يخشوا يتكلموا بالمنظر ده مع نائبه في مجلس النواب. الموضوع بعديها طلع بعد شويه الموضوع نام. بعد ما النائبه سهير الحادي جابت موافقه 60 عضو في البرلمان الموضوع نام لا حس ولا خبر، نتيجه طبعا الصوت العالي طبعا بتاع الجمعيات الحقوقيه بتاعه المراه. جينا بعد كده النائبه ميسة عطوه طلعت اتكلمت عن قانون الخلع، ورغم ان هي عندها 3 بنات طلعت قالت ان هي معترضه على حاجات كتيره في قانون الخلع. برضه نفس السيستم اللي حصل مع النائبه سهير الحادي حصل معاها هجوم طبعا على صفحتها وهجوم على وسائل الاعلام. طيب هم رافضين، يقول لك ان ده ترقيع للقانون، رغم ان الناس دي هي اللي شاركت في ترقيع القوانين في اواخر التسعينات وفي اوائل الالفينات، بس طبعا لما جه حاجه طبعا في مصلحه الاطفال وفي مصلحه الاب بقى اسمه ترقيع للقانون. قلنا ماشي يا جماعه هو ترقيع للقانون. ابتدى حزب الوفد يتبنى مشروع قانون كامل للاحوال الشخصيه، نظم فيه النفقات، نظم فيه الاستضافه، نظم فيه كل حاجه، نظم ان مفيش اب يقدر يستضيف ابنه لو عليه حكم جنائي او اثبت ان هو مدمن او متعاطي او اي حاجه من الحاجات دي. خلاص، وكل الكلام كان على الطرف الغير الحاضن سواء اب او سواء ام، لان في اوقات برضو بيبقى الام طرف غير حاضن. خلاص، حاليا دلوقتي طبعا هم شغالين طبعا تشويه للقانون بامل ان هم يكسبوا وقت عشان تفضل الاحوال كما هي عليها. كما هي عليه. بالظبط، انا بنادي من برنامج ده حضرتك، بنادي رئيس مجلس النواب وبنادي السيد رئيس الجمهوريه، لو يرضى حضرتك ان الاباء قاعدين يطلعوا على قنوات الاعلام
عشان يترجوا الامهات انها تسمح لهم ان هم يشاركوا في تربيه ولادهم، ما اعتقدش ان السيد رئيس الجمهوريه يعني يقبل حاجه زي كده. اعتقد ان يعني ولا اي حد بني ادم ولا اي بني ادم يقبل حاجه زي كده، انسان يقبل حاجه زي كده. بس انا بقول حاجه، طب ليه الاثنين الطرفين ما يقعدوش مع بعض ويبقى في بينهم تفاهم؟ لان في الاخر لو انت اناني او هي انانيه، الطفل اللي هيضيع في هقول لحضرتك اللي انتوا بتتخانقوا عليه ده في الاخر خلينا نتفق على حاجه. طالما الاب والام وصلوا للمحكمه يبقى اكيد في على الاقل طرف واحد فيهم او الطرفين غير اسوياء. فما تقوليش حضرتك النهارده ان هم هيقعدوا يتفقوا، لو هم كانوا قادرين يتفقوا ما كانوش اتطلقوا. لو هم قادرين يتفقوا ان هم يقدروا يعملوا مانجمنت لحياتهم ومصلحه الاولاد، كانت من الاول مصلحه الاولاد تقتضي ان هم ما يتطلقوش. طب حضرتك ايه الحقوق والاهداف اللي انت بتطلبها لاباء المتضررين من يعني الاسره، يعني من الاسره؟ انا بتكلم النهارده على سن الحضانه. خلاص، غير عادل ان الاب يشوف يبتدي يتعامل مع اولاده بعد سن 15 سنه. الرسول عليه الصلاه والسلام لما توفى راح للعصب، ما راحش لاهل الوالده. والده الرسول توفت وهو عنده 6 سنوات، اللي رباه جده، وبعد جده ما توفى اللي رباه عمه، ما ربوش حد من اهل الام لان هو العصب. يعني خلينا واقعيين، الابن بيفضل شايل، اكتر واحد بيخاف على الابن هو الاب. ليه؟ لانه شايل اسمه. بعد 100 سنه هيفضل اسمه في البطاقه على اسم الاب، بعد 20 30 سنه ما حدش هيفتكر امه كانت مين، انما الناس هتفضل فاكره اسم ابوه. غير طبيعي وغير سلوك حتى طبيعي للطفل ان يبقى الطفل عايش مع الام وبيخش اقارب بيود اقارب الام لحد الدرجه ال20، في نفس الوقت اللي غير مسموح له يدخل بيت ابوه، يدخل يتعرف على اخواته. النهارده لو واحد طلق والام خدت الاطفال والاب ده راح اتجوز وخلف، بقى ليه اخوات؟ الابن ما يعرفش اخواته. ممكن طفل في الشارع يروح يعاكس اخته في الشارع وهو ما يعرفش انها اخته. فتخيلي حضرتك الكوارث اللي في المجتمع. تخيلي حضرتك قبل القانون ده احنا عمرنا ما سمعنا عن اطفال شوارع، عمرنا ما سمعنا. حضرتك النهارده بتتكلمي سنه 2015، الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء مطلع تقرير فيه 88,000 حاله زواج عرفي وفي 75,000 قضيه اثبات نسب في سنه واحده. اطفال كمان 12 سنه و13 سنه. ما هي الام بتعمل ايه؟ الام لما بتتطلق مش عايزه الحضانه تتسحب منها، فبتعمل ايه؟ في بعض الحالات بيروح يتجوز عرفي، بيبقى بعلم الاهل، اوكي، وفي نفس الوقت عشان الاطفال ما يتسحبوش منها، خاصه لو هي والدتها مش موجوده. طب دكتور اشرف، الناس يظهر ابتدت يعني الموضوع تتفاعل. احنا معانا كريمه من اسكندريه. مساء الخير يا كريمه. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. طبعا بسلم عليكي وعلى زميلتك، طبعا ربنا يخليكم. كريمه، انت مطلقه؟ لا، انا للاسف بقى انا عندي اخويا واختي، وانا عايزه اقول طبعا رايي. انا بجد متفقه جدا مع الاستاذ، طبعا بارك الله فيه، الكلام اللي بيقوله ده فعلا حقيقه وواقع. بس انا بطالب بحاجه ثانيه بقى، ليه المحكمه بتاعت الاسره ما تتحرش عن الام والاب؟ لان ساعات بتبقى الام مظلومه وساعات الاب بيبقى جميع يعني مظلوم، والعكس صحيح. انا يعني انا مثلا في عندي اختي لغايه الان ابنها مثلا في اولى اعدادي ما اخدتش جنيه واحد من اهل باباه، برغم ان هم مبسوطين جدا على فكره، وقررت ان هي تحافظ عليه وانها تشتغل عليه ووصلته. ولا ابوه يعني بيدفع له فلوس؟ لا 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 لا، ولا اي حاجه، ولا حتى بيدفع. طب هو ده ما يستاهلش بقى، هو حاله زي كده هو ما يستاهلش ان هو يشوفه اصلا. ما احنا عايزين يعني حاجة. من ضمن بقى اخويا العكس صحيح، يعني كان متوصل ليها كل سبل الراحه واهلها خربوا عليها وهي مشت يعني وراهم، وكمان اتنزلت عن ابنها وخدت فلوس وفضل ما تتنزل عن ابنها. يا سلام. هل هينفع ان هي بقى حد يقول ان الام او كده؟ لا. انا يعني طب قولي لي، وهي اتجوزت؟ هي طبعا اهلها هيجوزوها فاكيد. وبعدين غير كده وكده، يعني الست لما تيجي تتجوز مثلا راجل بتبقى عايزه تمشي عن اهله خالص. ليه ما تتعامليش مع اهل الزوج على انهم اهلك؟ ان مامته تبقى مامتك، لان مهما كان في مثل قديم بيتقال نسيبك يا مرات الابن تكوني حما. وفي نفس الوقت برضو للزوج ليه ما يعاملش حماته ام مامته ان هي والدته؟ والله العظيم لو هيكون في رضا وفي حب وفي امانه هتبقى الدنيا يعني ولا احسن ولا اروع من اللي ربنا خلقه يعني في الدنيا للدين والحب والترابط والتكافل الاجتماعي اللي ما بقاش موجود دلوقتي، كله بينعش في كله. وبعدين معلش برضو عايزه اقول حاجه. اتفضلي كريمه. غالبا الخط قطع. بعد اذن حضرتك انا عايز بس اوضح
بس هي قالت حاجه كويسه قوي، ان الاب او الام لما بيروحوا المحكمه يتحروا عنهم، بس مع احترامي لحضرتك هيتحروا عن كام حاله طلاق؟ ما هو ده اللي كنت لسه هقوله لحضرتك. طيب ما انا خلينا نتفق على حاجه، يعني انا يعني لو حد درس التجربه بتاعت ماليزيا، الرئيس مهاتير محمد اول ما مسك ماليزيا كانت ماليزيا وصلت لنسبه طلاق 37%، اقل من النسبه اللي احنا عليها دلوقتي. الراجل قال لك طبعا انا استحاله هقدر اعمل نهضه في ماليزيا بهذا الاسلوب، والناس كلها عماله تجري ورا بعضها في المحاكم. فابتدى ياخد من التدابير وتغيير قوانين اللي نزل فيها في اقل من 10 سنين نسبه الطلاق في ماليزيا نزلت من 37% ل7%. النهارده ماليزيا اقل دوله في العالم فيها حالات طلاق. اللي زود حالات الطلاق في المجتمع المصري هي القوانين. ما ينفعش النهارده تيجي تعملي قانون ينحاز يعني لطرف بالكامل على حساب الاسره كلها. النتيجه ان الطرف ده هيخرج بره السلوك الطبيعي اللي ربنا خلقه عليه. النهارده خلي بال حضرتك قوانين الاسره ما بتأثرش بس في الراجل والست المطلقين، النهارده حتى في الزواجات القائمة بقى الراجل دلوقتي عامل حسابه انه لو عمل أي حاجة مراته هتروح تخلعه في المحكمة. فممكن يتنازل عن حاجات كتيرة في سبيل ولاده، هو عارف انه هيتحرم من ولاده، في رجالة كتيرة بتستحمل لحد ما الولاد يعدوا سن معين. ماشي يا دكتور، والخلع كمان هيحرمها برضه من حقوق كتير حضرتك عايزها. مفيش حاجة، هيتحرمها من ايه؟ احنا بس معانا التليفون حضرتك. مش هيحرمها من حاجة. مدام نور القاهرة، مساء الخير مدام نور. مساء النور عليك يا فندم. مساء الخير يا فندم، حضرتك متزوجة ولا مطلقة؟ والله انا مطلقه. طيب حضرتك عندك اولاد؟ انا عندي اولاد. عايشين معاكي ولا مع والدهم؟ عايشين معايا، وانا ووالدهم انفصلنا في وسط اهلنا زي ما اتجوزنا بالظبط، باحترام عشان ولادنا، وعشان ما فيش واحد فيهم يكبر ويبص لنا بصه مش كويسه. وفضل بعد الطلاق تعبان نفسيا ومش قادر يبعت مصاريف لاولاده. عمري ما فكرت اروح محكمه او ارفع عليه نفقه، والحاجات اللي انا عمري ما في حياتي ما سمعت عن قوانين الاسره، ولا عمري في حياتي سمعت عن الخلع ده غير في الفتره الاخيره دي. بجد مهزله، وبجد يعني ايه اب لازم عشان يشوف ولاد لازم يصرف؟ طب ما توريه ولاده، هو انت جايباهم من السوبر ماركت ولا انت جايباهم من ابوهم؟ ازاي يعني؟ ازاي يعني ايه ادفع اوريك؟ ده اي شرع واي دين واي قانون يقول ان اب ما يعرفش يعني هي مش خايفة على أولادها هيطلعوا مش أسوياء أصلا؟ يعني هي يا فندم لما يبقى أب عارف إن ابنه عيان ومش قادر يصرف عليه ويجري بيه على الدكاترة عشان هي مش عايزة، يعني إيه؟ يعني إيه ابني يبقى عيان وما جريش بيه؟ ده شرع مين؟ يا فندم بقت في أمهات كتير جدا 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 موقفين كل حقوق الأبهات في أولادهم عشان خاطر الفلوس، الفلوس وبس. يا فندم انا بعد اذن حضرتك بجد القوانين دي مهزله. انا ما بشتكيش من حاجه لان انا ماشيه بما يرضي الله، لكن انا حتى قسما بالله حتى لو ما بيدفع انا عمري ما هحرمه من ولاده في حياتي. انا ما جبتهمش من السوبر ماركت، ده باباهم، وده العصب الاساسي. عندك حق، العصب الاساسي. عندك حق. وبعدين يا فندم معلش يعني ليا بس تعقيب صغير كده، يعني في حاجه اسمها راي ربنا شويه في اللي انا بعمله مع الولاد، يعني اخوف. يا نور، يا ترى لو كل الناس راعت ربنا كده زي ما انت بتراعيهم مش هيبقى في اي مشكله خالص؟ على فكره مش هيبقى في فضائح والمهازل اللي بتحصل دلوقتي اللي بص يا فندم انا بس ليا كلمه واحده، مفيش، اعرفي ان مفيش اب هيجري على استضافه ويتبهدل ويتمرمط الا اذا كان عايز يصرف من الالف للياء على اولاده وياخدهم جوه حضنه، مش يشوفهم في الشارع في خرابه واسمه بيشوفهم. ايه ده؟ ايه يعني اشوفهم في خراب؟ اشوف ولادي؟ مش كل الناس كده، مش كل الناس اسوياء كده يا نور، والا ما كانش بقى فيه اصلا طلاق. يعني مش كل الناس يعني اسوياء كده. ميرسي يا نور. انا ما بقتش راضيه عن قوانين البلد. ميرسي يا نور على مداخلتك وشرفتينا. بالنسبه للاستاذه نوره ده انا معلش بعد اذنك احنا معانا كريم، وبعد كده هسيب حضرتك ترد عليا يا استاذ احمد. يا كريم مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازيك يا كريم؟ تمام حضرتك الحمد لله. انت متجوز ولا مطلق؟ لا انا منفصل حضرتك عن متجوز ولا متعلق؟ منفصل ولا مطلق؟ لا 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 مطلق حضرتك. مطلق. عندك اولاد؟ عندي ولدين حضرتك. واعمارهم قد ايه؟ انا عندي دلوقتي حالا 11 و8. 11 والاثنين اولاد ولا بنات؟ والاثنين ولدين حضرتك. ولدين، وانت بتشوفهم ولا هم عايشين مع مامتهم؟ لا انا بشوفهم حضرتك يومين في الاسبوع كمان. يومين في الاسبوع؟ طب ده ظريف. كم ساعه يا رانيا؟ كم ساعه بتشوفهم؟ ده بالاتفاق، ده بالاتفاق حضرتك، وده كان كم ساعه يا كريم بتشوفهم معلش؟ لا يومين حضرتك. ايوه كم ساعه في اليوم؟ لا يومين 48 ساعه. يعني طب ده هايل هايل.
بس ده عن طريق الاتفاق في عن طريق محكمه حضرتك. انا بس هنا لي تعقيب صغير. اتفضل. هو دايما حضرتك في السيدات او النساء المتوفاه حضرتك بيطلبوا دايما الاستضافه بحكم ان الام هي الاصلح للتربيه وكذا وكذا. انا في حضرتك بس سؤال دلوقتي، حالا لو الام هي نفسها بتشتغل فهي ما عندهاش وقت، ان هي بتشتغل عدد ساعات كتير اكيد ما بتشوفش الابن فتره كافيه للتربيه، بالاضافه الى حضرتك ان الولد لما بيشوفش بابا مين اللي هيربيه في الحاله دي؟ ده ولد محتاج الاب هو اللي يربي عشان يطلعه راجل سوي قادر عارف الدور يعني ايه كلمه اب، عارف كريم. بص، لا ينتقص دور الاب حاجه من دور الام ولا من دور الام حاجه من دور الاب، ولكن هو دور الام بيبقى كبير وبعد كده بيصغر، ودور الاب بيكبر في مرحله وبعد كده بيتساووا. اكيد اكيد حضرتك، هو اي اب عاقل جدا عارف ان ده دور الام مهم ودور الاب مهم. المشكله ان القانون ما بيشوفش الحته دي، بدليل ان الضيافه او الاستضافه اللي انا واخدها مربوطه حضرتك بالاتفاق، ما كانش عن طريق المحكمه نفسها، القانون ما فيهوش الحته دي. ما هو عشان كده الناس لازم اجري تو ديس اجري او اجري تو اجري، يعني لازم نتفق على ان احنا نختلف ازاي ونتفق على ان احنا نتفق ازاي. بنشكرك يا استاذ كريم جدا على مداخلتك حضرتك. انا اسفه لحضراتكم، معانا مروه من القاهره. مروه، ده الموضوع قوي. مروه مساء الخير. مساء النور. الو، مساء الخير يا مروه. اهلا يا هبه، ازيك؟ متزوجه ولا مطلقه يا مروه؟ لا مطلقه، وانا بس عندي رد على استاذه نور اللي دخلت اتصلت من شويه. هي يعني عندها يعني هي ضد الستات المطلقات ان هم مش عايزين يوروا اولادهم لجوازاتهم او يعني لابهاتهم. لا، في غير كده تماما. يعني انا مطلقه وعندي اولادي وباباهم ما بيشوفهمش، يعني ما بيحاولش يتصل يشوفهم. يعني هي ما تبقاش هجوم على المراه وان هي مش عايزه توري اولادها لجوزها. لا، ده هي كانت بتتكلم في حاله ان الاب بيجري عشان يشوف ولاده، لكن انا لو زيك وجوزي مش عايز يشوف او يعني طليقي مش عايز يشوف ولاده، لا والله خلاص، خير وبركه، ولادي في حضني هو اللي مش عايز يشوفهم. الف سلامه. بالظبط كده، الف سلامه، الف سلامه. يعني لا، ده انا بنادي ان الاب اللي مش عايز يشوف ولاده لازم يشوفهم غصب عنه، لان هو مش حاجه جابها من صور ماركو تورامية جنب الحقيقه. يعني الاب مش عايز يتخيل، لازم يبقى في قانون يجبره انه يتعايش مع ولاده. قانون يجبره، قانون يخلي القلب يتحرك عشان يشوف ولاده. ازاي يا دكتور؟ اصل هقول لحضرتك حاجه، يعني خلينا ناخد الموضوع ده في شقين. يعني انا افتكر مثلا كلنا على ما اعتقد اتفرجنا على الحلقه بتاعه الفنان هشام صلاح سليم مع وائل ابراش. اتفضل. قال لك انا رحت اشوف مرتين ولادي في مركز شباب، لقيت ان ده تهزيق ليا وتهزيق لولادي، بعد كده بطلت اروح. فده حضرتك هتعتبريه في انهي كاتيجوري؟ كاتيجوري اللي مش عايز يشوف ولاده؟ لا، هو ده تهزيق فعلا. طيب، لان انا كنت عايش يعني معاهم في يوم من الايام. بالزبط. في البيت بتشوفهم زي المساجين. بتشوفهم زي المساجين. لا، هو الست ممكن تعتبره نوع من الذل للراجل. بالظبط، ما هي دي المشكله. وده غلط. ما دي مشكله القانون الحالي. حضرتك عايزين نوضح بس ان قانون الرؤيه بيدي حق للراجل ان هو يشوف اولاده 3 ساعات اسبوعيا، يعني يعتبر 6 ايام في السنه، يعني 3 شهور طول ال 15 سنه اللي هم الحضانه. تمام. هل يعقل ان هو هيقدر يربي ويعلم ويأهل جيل سوي يقدر يخدم نفسه ويخدم بلده؟ لا طبعا. اكيد مستحيل. لا طبعا. فاحنا بنطالب ان زي ما الاب بيدفع النفقات، تمام، زي ما هو من حقه ان هو يقدر يستضيف اولاده. احنا معنا محمد على التليفون برضو عايز يقول مشكلته. مساء الخير يا محمد. مساء النور حضرتك. ازيك؟ الحمد لله، تمام عند ربنا. مطلق؟ لا والله انا لسه متزوج، بس في نفس المشكله. متزوج وعندك مشاكل ليه؟ ما بتشوف حبساهم جوه في الاوضه ولا؟ لا، بتبقى نفس المشكله برضو حضرتك، ان في بعض الحريم في نفس مش في نفس المستوى المعيشي اللي هو اللي حضرتك فيه او اللي الناس فيه. لا، بيبقى مستوى اقل من كده، اللي هو ايه، الناس اللي بتاكل اللي بتشتغل عشان تاكل. لا، انا مش فاهمه المشكله يا محمد. طب ممكن تعلي صوتك شوية يا محمد؟ معلش. ممكن أعلي صوتي حضرتك؟ بعد إذنك. يعني حضرتك في حريم بتاخد الأولاد ديت إن هي بتشتغل بتجيب لها فلوس، هي بتعمل عزوة لنفسها، ما بتبقاش محتاجة للراجل غير للشيء اللي مفهوم اللي هو الجواز.
لكن بعد كده هي عايزه الاولاد عزوه ليها، انا مش هسيب ابني، مش هسيب بنتي. يعني انت قصدك ان هي متجوزه بس عشان تخلف عشان يبقوا عزوه ليها؟ فقط فقط يعني ايه ما كنتش انت هتمشي على في حالات في الحمله في حالات في الحمله راحت خلعته بعد ثلاث شهور وهي حامل، يعني اول ما بقت حامل راحت رفعت عليها قضيه خلع. بنشكرك يا محمد. بعد ثلاث شهور دي شافت ايه في الجواز؟ يعني اتعذبت في ايه في الجواز؟ هو انا حابب ان احنا نعمل بس مقارنه بسيطه بين حق الزوج. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بعد الطلاق تمام؟ يعتبر ان الزوجه من حقها ان هي بعد الانفصال تعمل تمكين، تعمل تبديد، كل دي بتديها احكام بالحبس، بترفع نفقات شامله كمأكل ومشرب وبترفع مصاريف علاجيه تمام، كل ده في مقابل ان الاب استاذ احمد ليه صلاحيه بس 3 ساعات كل اسبوع، وده طبعا ما فيش حد يرضى. واضح ان الموضوع مهم جدا، واحنا يعني بنعتذر لكل الناس اللي مش عارفين يعملوا مداخلات ما لحقناش ناخد تليفوناتكم. موضوع مهم، واضح ان يعني نص مصر بتقاسي وتعاني من هذا الموضوع. نوعدكم ان هيبقى معانا استاذ احمد ودكتور اشرف مره ثانيه، استنونا ونروح لفاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا.